2019 دخلت علينا كيما نقولوا 2019 ما قلنا باش كملناها كملناها غير اي كيما نقولوا غير بلا اله الا الله بالستارتر كيما نقولوا باللغه نتاعنا اللغه نتاع الزنقه. ايوا حنا تفنا 2020 تحل الحداده احنا كتشوفي الحاله تاو دور هنا غير فراشه عندنا 5 دقائق تاع التفرش يجي يجريو علينا البلديه المخزن راه لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا نطلبوها تحل مو التجاره راه ما بقات تجاره حنا نطلبوا الحداده وهذا الرئيس الجديد اللي داره نتاع الجزائر بدا بك حنا الحداده ودنا نخدموا الله يرحم الوالدين فاش نخدموا لا صنعه لا حيس صناعي راه كلشي ولا غير بالعرف ما عندكش بوفري راك ما تخدمش تقعد مريح بغيتهم يشوفوا بحالنا راه حنا ما كان حالة حنا 27 عام بنادم ما عنده لا زواج لا بنادم ما دارش كاع الزواج هذه وحده كاع علاش ما كانش خلات شي بنادم غير كاري في الدار كاري ديور الناس ما عنده لا دار لا والو الوالد ما يدو مقطوع الوالده ما تخدم ما والو راني هي راسي بعدا في الدار انا واحد بعدا نقدر نبيع 30000 25000 على حساب شحال يكون شحال ما كيما كان السوق داير الا كانت شويه الحوايج مليحه راه غادي تبيع واحد 500 درهم كانت قليله غادي تبيع واحد 300 درهم 200 درهم على حساب. شنو هو الاختلاف ملي كانت الحداده محلوله ودابا مبيعه؟ بزاف كاع بزاف غلاو علينا شحال من حاجه وزيروا علينا بزاف ما بقينا لا نخدموا لا والو. ها انت تشوف حنا هنا في المدينه كنخدموا واحد شويه كيجيونا البوليس كنهربوا حنا وكنلقينا شي خدمه فيها غير شي 5000 فرنك في النهار ولا 4000 فرنك ما نزلوش نخدموا كاع ما نخدموش كاع علاش غادي نخدموا هذه الخدمه هذه. السلام عليكم. بالنسبه لسنه 2019 فات التجاره ما نقولش كيف فات ميته وراها زاده وتهود ونتمنى ان شاء الله في هذه 2020 التجاره كتحسن ان شاء الله ونتمنى من المسؤولين يوفروا لنا مناصب الشغل ان شاء الله تكون شي حاجه نقيه ان شاء الله ويطلعوا في الشباب شويه تاع الجهه الشرقيه قال الجهه الشرقيه ماتت زيروها بالحدود ومليليا لا اله الا الله وصافي. قلت لك بالنسبه للتجاره ديال 2019 التجاره بالنسبه في المنطقه الشرقيه وبالاخص مدينه وجده التجاره راه ناقصه وغاديه وهي زيدو كتنقص عاد هي كانت تجاره مزيانه قبل 2019 بالك من 2016 ل 2017 كانت مزيانه 2019 بصفه عامه ناقصه وبالاخص من اللي بلعت الحداده الحداده دابا كنا هضرنا مع الناس المسؤولين من هنا وجلسنا معاهم قلنا لهم شوفوا لنا شي بديل يعني اقتصادي مادام كاين الوضع دابا في هذه الحاله راه زايد وكيتدهور شوفوا لنا شي بديل اقتصادي قالوا كيكون الخير ان شاء الله ومادام حتى هما راه دايرين المجهود وكنتمنوهم الله الخير يكون ما احسن مادام في 19 هكذا نتمنوهم لنا لقدام 2020 تكون شي حاجه ما احسن وبالاخص يعني بصفه عامه وجده كامله لا تجاره ولا عقار ولا اي حاجه فيها ناقصه وزايده وكتنقص عاد ونتمنوهم الله الخير الا كانت شي حاجه ونتمنوهم الله الخير. التجاره في 2019 ناقصه بزاف كانت تجاره قبل 2018 و 2017 كانت ناقصه وزاد في 2019 نقص بزاف بزاف. شنو هي الاسباب ديال هذا الرجوع التجاره؟ بالنسبه الاسباب هي الحدود كنا خدامين قبال من هذا الشيء هنايا عوده الاسواق الكبرى هما اللي قضاو على هذه التجاره تاعنا حنايا كما نقولوا حنايا التجار الصغار بحال المحلات الكبار هما اللي قضاو عليها اش غادي نقول لك خصهم يشوفوا يلقاو الحلول لهذا التجاره ديالنا حنا هنا بالنسبه لهاد الاسواق هنا خصهم يلقاو الحلول هادشي اللي كاين الناس اللي راهم بلعوا كاع كاين اللي ما قدوش هاد الضرائب والتجاره ناقصه ما قدوش وسدوا المحلات ديالهم حنا رحنا كي قال لها واحد رحنا غير مادام كي قال لها واحد حنا فينا الشيكان وفينا بزاف تاع الحوايج رحنا نعديو صافي هادشي اللي كاين ما التجاره بالنسبه باش يدير بنادم ولا ما بقى ما يدار صراحه غادي نطلبوا من المسؤولين بعد الاولين الدوله بعد كيفاش شويه ينقصونا من الضريبه التجاره غاديه في الهبوط هذا 2019 فات كاع مكمله اقصى درجه فايت وذاكره راه مضرين كاع المنطقة الشمالية المنطقة الجنوبية ديال الشرق كلشي مضرورة من الغلوق ديال الحدود كاع جيبها كاع من الناظور وهودي الكرسي الحدود هي اللي كانت شوية ساترة البلاد لا دوك حل مسي ما عنده فين يمشي الله ما يقول لك قعد هنا في المحل ولا نمشي ندور فين غادي يمشي
راه بالسيف خصو يجلس هنا في المحل ديالو واخا كاع كيما خطط الحال واخا بموت لك هنا كاع واه. الجهه تاع الشرق راه كتموت كتعاني بزاف كاع ما نهضروش عليها اكثر كتعاني. جميع المجالات. اه جميع المجالات كان شي مرات انا خدام كنخلصو من الجيب ديالنا بالله. السيمانه كان شي سيمانه كنخلصو من الجيب ديالنا. والله قريب الانسان ما واصلش. التجاره كما نقولوا من بعد ما بلعت الحدود التجاره شويه نقصت. كما نقولوا بالنسبه للفراشه هنايا كاين اللي يجيب 30 درهم كاين اللي يجيب 50 درهم كما نقولوا التجاره نقصت بزاف هذا العام. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.